وان انا اخش في السوشيال ميديا بكل بقى ما فيها من حسنات ومن سيئات. بعد ما كان متجنبها لسنين، النجم حسين فهمي بيعلن انضمامه لمواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد انتشار ناس كتير بيتكلموا باسمه وبينشروا معلومات غلط عنه. النجم المصري أكد أنه بينجذب للأفكار الجديدة اللامعة زي فيلم الملحد وقصر الباشا واللي شارك فيهم مؤخرا. كنت طول عمري بعيد عن السوشيال ميديا، وكنت بعتبر أن ده عالم افتراضي بعيد عننا وأنه عالم مش واقعي. فالحكاية زادت في الآخر، فأنا قررت أن أنا يبقى ليا ويب سايت، وان انا اخش في السوشيال ميديا بكل بقى ما فيها من حسنات ومن سيئات، واتقبل بقى مصيري واستحمل ما دام انا قعدت فتره طويله بعيد. فيستحسن ان انا اقرب، وهقرب بقى لما يقرب الواحد يقرب ويتحمل كل النتائج.